مهندس لكل 45 مواطن ونسبة بطالة فوق 28% بين المهندسين. أرقام كبيرة وبتخوف صحيح، بس البطالة ظاهرة مش موجودة عندنا إحنا المهندسين، موجودة في كل مكان. عشان هيك أنا ما راح أوعدك بالتشغيل، بس بوعدك يكون في عندنا برامج للتدريب والتأهيل تساعدك حتى تقدر توقف على إجريك، تخلق فرصة العمل اللي أنت بتدور عليها.